وقعت الهيئة العربية للتصنيع عقد تصنيع مشترك لتوطين صناعة المواد الخام للصناعات الدوائية والغذائية. يأتي ذلك بين الشركة العربية الإفريقية للصناعات الطبية التابعة للهيئة العربية للتصنيع بالتعاون مع القطاع الخاص، حيث يستهدف المشروع سد جزء من الفجوة المحلية في الطلب على المواد الخام لتلبية احتياجات السوق المحلية. بدلا من استيراد هذه الخامات من الخارج، احنا بنعتمد هنا على منتج بينتج في احدى شركات الذرة الوطنية هنا داخل مصر، وبناخذ هذا المنتج وبننقيه وبنحسن خواصه وصولا للمنتج النهائي الذي يستخدم في صناعات الأدوية والأشربة المختلفة. طبعا احنا صناعة الخامات بالذات هي صناعة بتتطلب الكثير من التكنولوجيا وتطلب الكثير من الاستثمارات. عايزين نبدا، ولما هنبدا ان شاء الله بعملين احنا واثقين ان احنا ما دام بدانا وخدنا الخطوه الشجاعه ان احنا نبدا هذا المشروع هننتهي زي ما قلنا التصنيع مرحلي، بعد كده نبدا بصناعه الخامات دي من منشاها الاصلي. وجدنا كل الدعم والمسانده من قبل كل قيادات الهيئه العربيه للتصنيع بهدف إظهار هذا المشروع القومي للنور، وهي بداية تعاون ليس في مادتي سوربيتول وجلسرول فقط، إن شاء الله بداية ونواة لمدينة الخامات الدوائية في مصر إن شاء الله.